هؤلاء أفراد من 12 أسرة من اللاجئين الموريتانيين الزنوج الذين اختاروا العودة إلى بلدهم الأصلي. كان أغلبهم يعيش في هذه القرية قرب مدينة روسو عندما رحلوا قسرا إلى السنغال قبل قرابة 19 عاما. رغم الضجة السياسية والإعلامية يبدو أن العودة لم تغري كثيرين. هل لأن أغلب اللاجئين عادوا قبل سنوات كما يؤكد بعضهم؟ أم لأن ظروف العودة غير مغرية كما يرى آخرون؟ هذا هو البيت الذي كنا نعيش فيه قبل طردنا إلى السنغال، لقد تهدم تماما كما ترون، والآن بعد العودة حشروا أسرتي بأفرادها السبعة في هذه الخيمة الصغيرة، نتمنى أن تتحسن أوضاعنا. يعيش العائدون في خيم بسيطة ومتواضعة التجهيز وفرتها المفوضية العليا للاجئين، لكن شظف العيش الذي يطبع حياتهم وتنطق به وجوه أطفالهم هو السمة الغالبة على القرية التي التحقوا بها، سواء تعلق الأمر بمياه الشرب أو بالمدرسة أو غير ذلك من الخدمات الاجتماعية. أوضاعنا الاقتصادية صعبة، لكننا لم نواجه أي مشكلة على الصعيد الاجتماعي، فقد رحب بنا الجميع. قطعان من الماعز وأخرى من البقر منحتها الوكالة الوطنية لاستقبال ودمج اللاجئين للعائدين من قبائل الفلان المعروفة بتنمية الأبقار، كما وفرت أيضا هنا في قرية مدينة سلام قطعان من الضأن للعائدين من قبائل الولوف وهم مزارعون في الأصل، وذلك في انتظار منحهم قطع أرض صالحة للزراعة. كنا نسكن في هذه القرية وقد أعطيت مزارعنا بعد ترحيلنا لآخرين، وعدتنا السلطات بمزارع بديلة ونحن ننتظر بفارغ الصبر أن تفي بوعودها. الأراضي الزراعية متوافرة بكثرة في حوض نهر السنغال حيث يعيش الزنوج الموريتانيون، ففي هذه السهول يوجد أكثر من 150 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة لم يستغل منها حتى الآن سوى نحو 8%. يعيش العائدون من اللاجئين الموريتانيين الزنوج في ظروف مزرية، لكن صعوبة ظروفهم تنسجم مع السياق المحلي العام، فأكثر من نصف الموريتانيين يعيشون في فقر مدقع حيث لا يتجاوز معدل دخلهم الفردي دولارا واحدا لليوم. محمد بابو، لجفغة، الجزيرة، مشارف مدينة روسو الجنوب الموريتاني.